حلقة جديدة من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهاردة ان شاء الله هنعمل كذا وصفة. اول وصفة هعمل تاني معاكم شرايح الكوسة اللي انا كنت عاملاها قريب، بس كنت حاطة عليها طبقة جبنة. شرايح دي فعلا اكتشفت قد ايه طعمها حلو جدا ومناسبة جدا للعشر نصايح ومختلفة وجديدة قوي. فحسيت ان انا لما عملتها بالجبنة من فوق كانت فكرة حلوة قوي، بس غطيت عليها، فحسيت ان لا عايزه اعيدها تاني الوصفه دي واتكلم عليها وايه الحاجات بقى اللي ممكن نعملها بيها، لان احنا ممكن يعني نطلع منها افكار كتيره جدا جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا من حاجه صحيه تنفع سناك، تنفع بقى في العشر نصايح، تنفع معانا في الساحل، تنفع معانا في اي حته، تنفع معانا في الـ حتى للمدرسه تنفع، حتى للي بيشتغل ينفع. فجميله جدا، فعشان كده قررت ان انا اعيدها معاكم. وان شاء الله هنعمل الجرانولا بارز اللي برضو من الحاجات المهمة جدا تبقى معانا. انا عملت قبل كده بروتين بار، الحمد لله برضو مشاهدته كانت عالية جدا ونال اقبال عالي جدا. الناس اللي بتبقى واخدة معاها سناك وعارفة كويس جدا لازم يبقى سناك صح، علشان ايه ما نبوظش اليوم كله باكل غلط ويهبطنا ويتعبنا ويتخنا. فالجرانولا بارز من الحاجات اللي الطاقة فيها أعلى بس صحية جدا، وهتكلم عليها برضو إن شاء الله. وهنعمل سلطة اللي هي بالعين الجمل المكرمل، قلت لكم هعملها إن شاء الله. وهنعمل إن شاء الله برضو كبدة بالفلفل والثوم. طيب لأول وصفة هقول لكم على المقادير: شرايح الكوسة المخبوزة دايت، معانا 7 حبات كوسة مبشورين ناعم ومعصورين كويس جدا. خلاص معايا من بيضة الاثنين حسب الاحتياج، لان حسب الكوسة برضو مقاسها، يعني مرة فاتت كان كمية الكوسة اللي كانت قدامي اكتر بصراحة من اللي قدامي دلوقتي، فممكن احتاج فيها بيضة واحدة بس. معايا ملح وفلفل وبابريكا وربع معلقة صغيرة بودرة ثوم، انا زودت فيها شوية حركات، وكوبايتين جبنه جوده لايت مبشور، يا ريت يفضل لو لايت، ده موجود في السوق هتفرق برضو كتير معانا. لو مش لايت وما كلناش معاها اي عيش او اي حاجه خالص هتتاكل كده، مش هتبقى مشكله في النظام العشر نصايح. ربع كوبايه شوفان مطحون جدا زي الدقيق، خلاص لان دي نشويات الحلوه خلاص اللي معانا مش محتاجين زياده. وللوجهه بقى انا في بيضه ورشه فلفل هضربها في البيضه وزعتر وروزماري مفروم. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نخلط الحاجات دي. هطلع بس الصينيه تبقى جاهزه معانا اللي هندخل الفرن عليها، يعني سواء بقى سيليكون او ورق زبده اللي موجود. وهبتدي اخلط المكونات دي مع بعض. عايزه اوريكم بس، شايفين المية الكوسة اهي، شايفين الكوسة دي طلعت معايا مية كوسة. المرة اللي فاتت استخدمتها كنت بعمل حاجة بالفراخ فاستخدمتها فيها، انتوا تقدروا تعملوا منها شوربة ما ترموهاش عشان صحية، كل فيها فيتامينات كتيرة جدا. معانا محمود، يا محمود. الو، ايوه ازيك يا محمود؟ انا بحب برنامج حضرتك جدا. تسلم لي يا رب. انت عندك كم سنة؟ انا عندي 12 سنة. اهلا بيك، شكلك كده نفسك تطلع شيف صح كده؟ نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ انا بتعلم كتير قوي من برنامج حضرتك. طب دي حاجة تسعدني جدا جدا. قولي بقى عندك اي سؤال؟ لا انا بس كنت بكلم حضرتك اقول لك ان انا بحب قوي برنامج. تسلم لي يا رب، نورتلي الحلقه. قولي. انا ممكن اسال حضرتك على وصفه كيكه الفانيليا؟ كيكه الفانيليا، حاضر هقول لك عليها. شكرا على المكالمه. الريمبو، ماشي هقول لك عليها، حاضر. طيب احنا دلوقتي بنخلط، شايفين الكوسه اهو، انا بحط بقى ناشفه خالص عشان احنا عصرنا كويس ومبشوره ناعم جدا، المهم انها تكون مبشوره ناعم. هحط بقى بيضه واشوف احتاج التانيه ولا لا، واحط عليها الايه الشوفان
وهشوف كده ايه الظروف. هحط بقيته، نحط الملح والفلفل المدعم دايما معانا باليود، مش كتير علشان ايه الجبنة بيبقى فيها ملح. معانا نادية. مساء الخير على احلى سالي في الدنيا. اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ انت سكر ولا عسل ولا اقول ايه بالظبط؟ الله يخليك يا رب، تسلميلي، ده عيونك اللي حلوه والله. الناس كلها بتدعي لك والله العظيم. الله يخليك. على وصفاتك ونصايحك الجميله والعشر نصايح، انا ليا زميله اثبتت عليهم جدا، بس هي من النوع اللي بتتحرف تطلع تتكلم في التلفزيون. فانا بقى بالنيابه عنها ببعت لك تحيه منها كبيره، وبتقول لك يعني بتدعي لك دعا يعني ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك يا سالي. ده انا سعيده جدا جدا والله يعني. لا والله بجد انت انسانه مبدعه والله يا سالي، ربنا ينعم عليك حب الناس اكتر واكتر والله. ده شيء يسعدني جدا والله كلام حضرتك. اكيد طبعا رضا ربنا فوق كل شيء ان انت توصلي لهذه المكانه من الدقه والجمال، وساعدتي ناس كتير كانت يعني لا مؤاخذه تخينه جدا، واصبحت حياتها دلوقتي جميله وسهله، وبتتمتع بحياتها وباللبس وبالاكل، وبتحرمش الحمد لله من حاجه بسبب نصايحك الجميله يا سالي. والله الحمد لله، انا سعيده جدا بالنتيجه. وبعدين حضرتك مش سايبه حد، حتى مرضى السكر وانا منهم استفدت منك كتير يا سالي. وما كنت بخاف الاول من كل حاجه، دلوقتي باكل واسمع سالي بتكلمني في ودني، اوعي ده واوعي ده واوعي ده. طب جربتي شرايح الخبز المشبعه؟ لا انا بصراحه ليا ظروف مرضيه بس ما خبزتهاش، بس انا اشتريتها جاهزه، بس اكيد مش زي بتاعت سالي حبيبتي. صح؟ طب فرقت معاكي؟ فرقت معاكي؟ لا انا من النوع اللي عندي سكر بس بخس، مش تخينه الحمد لله. طيب بس لا صحيا حاسه انها فارقه معاكي؟ حاسه ان شرايح طبعا. طب الحمد لله، ده مهم جدا. بتخليني ما باكلش، يا ما انت عارفه السكر لازم اكل 5 6 مرات، ما بتاكلش كتير كده بالظبط، لانها بتشبع. بتشربي معاها ميه كفايه؟ بس انا طالبه منك ايه يعني، لو تزودي في العصاير، لاني من النوع اللي ببلع الاكل لازم ابلع بحاجه. يعني لو تزودي لي عصاير للسكر بس. حاضر. فوق راسي من فوق يا سالي يا حبيبتي. حاضر. هو الاسبوع اللي الجاي من ايام الاسره والطفل. يا والله ده حاجه تسعدني جدا. شكرا على المكالمة، وان شاء الله هظبط ان شاء الله. والاسبوع الجاي خلاص انا ظبطت المنيو، كتبته خلاص، بس ان شاء الله الاسبوع اللي بعده اظبط لحضرتك برضو يبقى فيه عصاير. بس لا اقدر انصحك بيه، اعملي العصاير اللي هي الطبيعية، يعني دايما اشربي عصاير طبيعية. اللي عجبني قوي اليومين دول الكنتالوب، بيعملوا منه لو رحتوا اي كافيه او اي حته تقعدوا فيها دلوقتي، في من العصاير الطبيعيه البطيخ والكنتالوب، فعجباني قوي الفكره، يعني طعمه جميل جدا. بيعملوا منه بقى يا فريش يا طازه، يا اما بيبقى سموذي بيدخلوا فيه بقى تلج وبيدخلوا فيه شويه حاجات. فانتوا لو عايزينه سموذي اطلبوا منهم، بس ما يزودوش سكر عشان ما يبقاش مضر ليكم. لكن هو الفريش طبعا بيبقى المفروض فريش، ما فيهوش اي حاجه متضافه، لكن في اماكن للاسف بيروحوا مزودين برضو سكر، ودي حاجه مش كويسه خالص. فانتوا دايما تاكدوا ان المشروبات الفريش تبقى فريش، لو سموذي يبقى مش مضاف له اي سكريات زياده، عشان ما نطلعش من نطاق الحاجه الصحيه والمفيده لنطاق حاجه تبوظ صحتنا، زي ما اتكلمت قبل كده. وكويس ان حضرتك فتحتي الموضوع ده عن العصاير الليمون، عصير الليمون، عصير الليمون الفريش. ناس كتير جدا بتفتكر انه حاجه مفيده وصحيه، وانا طالع بقى بشرب بقى عصير فريش بقى، ومش عارف كميه السكر اللي محطوطه في العصير ده، كميه مرعبه مرعبه. انتوا جربوا في البيت، شوفوا اعملوا عصير الليمون عشان يطلع معاكم مظبوط، شوفوا انتوا حطيتوا سكر قد ايه، مش اقل من معلقتين كبار، يعني كام معلقه صغيره بقى، احسبوا كده كام معلقه صغيره، كتير جدا، 4 معالق صغيرين، واحنا قلنا معلقه واحده من السكر بتخرج الواحد من نطاق الحرق لمده ساعتين. تخيلوا بقى
اربع معالق صغيره سكر، ده حاجه مرعبه. طيب بتوقع المناعه قد ايه؟ معلقه الواحده السكر بتوقع المناعه 50% لمده كذا ساعه. خلاص تخيلوا بقى معلقتين كبار سكر يعني اربع معالق صغيرين بيوقعوا المناعه لمده قد ايه. فكوبايه الليمون اللي بالنعناع اللي بنقعد نشربها الفريش دي وفاكرين انها حاجه صحيه وجميله، وهي بتوقع المناعه وبتساعد على التخن وبتعمل مشاكل كتيره جدا جدا جدا. فدي خامات نخلي بالنا منها قوي. بصوا بقى انا ايه بدهن بس بالبيض كده، دي فكره اضافيه من إيه بس بتزود لي القيمه الغذائيه، ان انا يعني انا حطيت في المره دي في ده بيضه واحده عن المره اللي فاتت لان كميه الكوسه كانت معايا اقل. فانتوا حسب الكميه اللي معاكم تظبطوا البيض، لان البيض برده مقاسات اليومين دول ما بقاش زي الاول كده. خلاص هحط بقى، هرش عليه الزعتر والروزميري اللي برضو فوائدهم رهيبه جدا. حاضر هخلص دي دخلها الفرن ونطلع فاصل. والروزميري اللي مش عايز يرش حاجه ممكن ما يرشش. انا المره دي بقى مش عايزه ارش جبنه على الوش، خلاص كفايه يعني انا شايفه الجبنه كانت كفايه. ممكن شويه بابريكا كده بس يعني حركات. خلاص ندخلها بقى الفرن على 180 درجة خلاص لغاية ما تستوي معانا. نروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وهفكركم عملنا ايه. اول حاجة عملناها شرايح الكوسة الدايت وحطيناها في الفرن وهنستنى انها بقى تبقى مقرمشه كده وحلوه معانا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل الجرانولا بارز اللي طبعا من الحاجات اللي معروفه بالفايده وغاليه جدا لما نيجي نشتريها. هقول لكم على مقاديرها. معانا كوبايه شوفان محمص في الفرن خلاص او اكتر حسب الاحتياج. معانا كوبايه لوز ني مطحون ناعم جدا زي الدقيق ويكون ني بقشرته اللي هي البني، وكوباية عجوة طرية، وربع كوباية زبدة فول سوداني، وربع كوباية عسل أبيض، ونص كوباية زبيب حسب الرغبة عشان في ناس مش بتحبه بس في فايدة رهيبة. مادة الكروميوم مهمة جدا جدا لقصة السكر في الدم والكلام ده كله، فمن الحاجات اللي يعني بتساعد على الحرق لو الواحد اخد شوية منها. ومعانا رشة ملح طبعا يا ريت تكون مدعمة باليود. انا هعمل ايه دلوقتي؟ على النار هدفي بس معايا ال زبدة فول السوداني مع العسل تدفئة بس، يعني مش عايزة ان انا اسخنه، يدوبك ادفيه علشان انزله على بقية المكونات يربط معايا حلو. خلاص بدا فيه كده، هبتدي بقى ان انا اضرب. طب معانا مدام احلام؟ ايوه يا ساري. اهلا يا مدام احلام. يا حبيبه قلبي ازيك؟ الحمد لله. زي حضرتك وحشانه يا سالي قوي قوي قوي. اه حضرتك كمان يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي وزي الاسره كلها واولادك؟ الحمد لله. طمنيني بقى ايديكي خفت. مامي ازيها جت من السفر؟ حماتي على فكره عيد ميلادها النهارده يا حبيبتي. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه يا حبيبتي. وحفيدي النهارده عيد ميلاده برضه، كل سنه هو طيب احمد. وحماتك كل سنه وهي طيبه. كل سنه هو طيب يا رب. وببارك برضه لحفيدتي دينا، ببارك لابني تامر رضا ومراته هبه بخطوبه بنتهم دينا حبيبه انا احلام على النقيب حازم. الف مبروك الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يخليهم لك. الله يخليكي وربنا يسعدهم كده، كانت خطوبتهم امبارح وكده. الله يخليك يا رب. والله يخليك. وازيك يا سالي عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عايزاكي بتقولي لي جربتي ايه يا مدام احلام بقى الفتره اللي فاتت من الوصفات؟
جربتي كيكة المانجا؟ أنا مدمنة صينية البطاطس بتاعتك اللي بالبصل المكرمل. يا حبيبتي المدمنة أنا بتاعتها بالمشروم صح؟ بتحطي عليها المشروم. المشروم جميل جميل دي. أنا نفسي تعملي لي أكلة تانية بقى يا سيلف. إيه قولي لي؟ حاجة بالمشروم برضه. برضه بالمشروم؟ حاضر. والله يا سيلف حاضر حاضر يا ريت كده إن شاء الله. حاضر يا حبيبي شكرا على المكالمة. بالمناسبة دي بقى عايزة أقول لحماتي كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وربنا يخليكي لينا. حماتي دي من الناس اللي يعني لا يمكن تتكرر في العالم ده تاني، فعلا ملاك متحرك على الأرض فعلا والله. يعني ما تخليش معزتك عندي، وإنتي علمتينا كتير جدا 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 بجد. مش علمتيني أنا بس، علمتي أجيال. حماتي كانت مديرة المدرسة الألمانية اللي هي الراهبات باب اللوق، وعلمت أجيال أجيال طلعوا من تحت إيديها، وليها شخصية كده مميزة جدا. وعلى قد ما بتعرف تربي على قد ما بتعرف تأثر في الشخص اللي قدامها جدا تأثير إيجابي بشكل رهيب. الواحد يعني مهما كان شقي صعب قدامها يبقى شقي، لازم يبقى فعلا ملتزم بشكل رهيب قصادها. فهي فعلا شخصيه جميله قوي قوي قوي، وقصاد كل ده وقصاد انها ربت اجيال جواها حنيه وطيبه قلب مش طبيعيه مش طبيعيه. فعلا بتحس باللي قدامها بشكل مش عادي بجد. يعني انا مهما قلت كلام مش هيكفي حقيقي، مش هيكفي فيكي بجد يا طنط ماجده. ربنا يخليكي لينا، وانتي ربيتي كمان ولادك احسن تربيه بجد. يعني انا جوزي يعني برضه تربيته ما شاء الله. يعني انا بتمنى احنا بنحاول نربي ولادنا كده، بس فعلا هي ما شاء الله دي بتبقى موهبه من عند ربنا فعلا. يعني ما فيش كده غير طبعا انها طباخه ماهره، وهي اساس اللي خلتني فعلا اتعلم او احب جدا دخول المطبخ واتعلم اساسياته واحس بيه. يعني احس بطعم الحاجه واحس بطعم الحاجه وافهم ان هي مش لازم تكون دسمه عشان تبقى طعمها حلو. يعني كنت بقعد ايام اول ما اتعرفت على جوزي وابتدينا بقى نقعد مع بعض ناكل مثلا على السفره واكل من اكلها وتقول لي ده كل ده انا عاملاه معلقه زبده واحده او معلقه زيت واحده، نادرا كمان لما تستخدم الزبده، معلقه زيت واحده. اقول لها مش ممكن ان الاكل يبقى بالجمال ده ونسبه الدسم قليله قوي كده. فهي بتحافظ قوي على الاكل يبقى صحي، بس طعمه رائع مش طبيعي. فسبحان الله يعني شخصيه جميله، وربنا يحميك يا رب انت وحمايه برضو جميل جدا جدا. بس انا لو اتكلمت بقى على الاثنين هاخد الحلقه كلها، ومامتي ربنا يخليها لي طبعا، بابا الله يرحمه بقى. يعني ربنا يا رب يدخله الجنه ويسامحه على اي حاجه وحشه ويبدل سيئاته كلها بحسنات يا رب. طيب بصوا بقى، انا سيحت الزبدة فول السوداني بالعسل الابيض، شايفين بقت عامله ازاي؟ مش بغليهم على النار، بسيحه بس. ببتدي بقى اضرب المكونات دي، وادعوا لي فاكرين المره اللي فاتت لما عملنا البروتين بارز كانت ايه؟ يعني الدنيا كلها بتتهز هنا. فهنضرب كل الكلام ده بس مع بعض، هنضيفه على بعض بس، وايه ونحطه في قالب في ورق زبده، نضغطه ونقطعه وخلاص كده هو بيتقدم كده. نضرب بقى هنا، بس بفكك العجوه شويه معايا واحده واحده علشان ايه ما ننزلهاش كلها وتمسك مني. هي بس الحاجات دي البارز دي بتبقى محتاجه جهاز كويس يضرب معانا كويس، ايه بس غير كده كل حاجه تمام. تمام ده كده حلو جدا. نبتدي بقى ننزل بقيه المكونات. طبعا الشوفان متحمص عشان يدينا طعم حلو، ومعانا كمان اللوز بس يفضل ني، ده شكله متقشر على فكره. نكمل ضرب. طيب هنروح لفاصل، هكمل انا ضرب ده. هنحط بس كمان الزبيب للناس اللي تحب، زي ما بقول ممكن يبقى مضروب جواه مش محسوس قوي بس بيدي فايده رهيبه. وبعدين هننزل عليه ده، بس انا هبتدي اضرب في ده لغايه ما ترجعوا لي بس من الفاصل، عشان ايه ممكن ياخد مني شويه وقت. اشوفكم بعد الفاصل.
اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم احنا كنا بنعمل الجرانولا بارز، كنا بنضربها دلوقتي وخلاص انا ضربت ده كويس. هبتدي بقى ادخل له الخليط العسل الليبل، بس بصوا هعمله احسن بايه، بسباتيولا عشان ننزل كل حاجه لانها كميتها مش كتيره، وما ننساش رشه الملح اللي دايما بمدعمه باليود طبعا طبعا، ما بقتش الاقيها برضو دلوقتي الحمد لله، كل حاجه الواحد بيبقى ايه معجب بيها وعايزها ما بيلاقيهاش، مش عارفه ايه السبب، ولا نقط فيتامين سي فمش عارفه يعني، يا رب يرجعوا ينزلوها بقى تاني. ننزل بقى كده اهو، ده اللي هيربط لي بقى ان شاء الله الايه الخلطه دي اللي هي كانت العسل وزبده فول سوداني. معانا ام اسلام. الو، اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبه قلبي، عامله يا حبيبتي ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله وحشاني والله يا سالي. انت اللي وحشاني على طول والله. ربنا يخليكي، ايه الغيبه الطويله دي يا سالي؟ يا حبيبتي معلش بقى، يعني انا كنت معاكوا اول اليومين اللي فاتوا. تفهمي مننا شويه برضو. تعبناكي كتير والله. حبيبتي سلامي. بس انت عارفه احنا كده لما بنشوفك قدامنا كده مباشر قد ايه، والله انا عن نفسي يعني ببقى سعيده قد ايه، يعني حاسه ان بنتي قدامي، اختي الصغيره قدامي. ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبتي في اولادك وفي صحتك يا حبيبه قلبي. الله يخليك، وربنا ما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا حبيبتي. وبشكر ريهام الجميله بجد والله، ذوق واخلاق ربنا يخليها يا حبيبتي يا رب. وعايزه اقول لمدام ماجده كل سنه وانت طيبه. ويا رب يخليها لك، يعني دي الام الثانيه ليكي. يعني فعلا يعني الام هي اللي خلفت، والحما بتبقى هي الام الثانيه. بس طبعا دي هقول لك ايه، يعني لما تكون مرات الابن ذوق قوي كده والحما ذوق قوي واخلاق قوي، قد ايه الاثنين بيبقوا متعاونين قوي مع بعض. فربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي، ويا رب يا رب تربي اولادك زي ما فعلا هي ربت ابنها. وربنا يا رب كده يخليهم لك وتشوفيهم عرسان يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. امين يا رب، ربنا يفرحك بيهم. وميرسي لكل كرو البرنامج، القناه الجميله قوي دي، ربنا يخليكوا كلكم، لان انتوا فعلا فريق عمل متعاونين كلكم، كل الصفات بتكملوا بعضكم وبتقدموا لنا كل ما هو جديد. ربنا يخليكم لينا يا رب، ما يحرمناش منكم ابدا. شكرا يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي ليكي. بشكرك جدا جدا، مع السلامه. بشكرك جدا جدا، ويا رب دايما يخليكم لينا. نكمل الضرب بقى. لغايه ما نلاقي انها لمت معايا. حسيت انها محتاجه لسه تاخد عسل، تاخد زبده فول سوداني او عجوه، زوده. العوامل اللي تربط معايا هي زبده الفول السوداني، العسل والعجوه، هم دول اللي بيربطوا معانا الخليط. هبتدي اخد الخليط واضغطه في القالب. معانا نورهان. الو سالي. ايوه. عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. عايزة اقولك ان انت جميلة جدا يا حبيبتي، وحلوة جدا. سلميلي. كل حاجة انت بتعملها حلوة جدا طبعا. الحمد لله يا رب دايما. قوليلي. عايزة اقولك ان شعرك النهاردة تحفة، عجبني جدا. سلميلي، شكرا يا حبيبتي. ده مصطفى اللي عامله بقى النهاردة. تشكرهولي بجد، لان بصراحة شكلك جميل جدا النهاردة. الله يخليكي، شكرا. بصي انا عامه اول حاجه انا عايزه اخس طبعا، بس مش عايزه امشي على 10 نصايح. انا ماشيه دلوقتي على مثلا ايه، الزبادي بالليمون اللي هو اخر اليوم، بمشي على الميه بالليمون، الشاي الاخضر، الحاجات دي. ليه مش عايزه تمشي على 10؟ هزعليني بقى. انا عايزه الثلاث ايام السحري. عايزه الثلاث ايام السحري، عايزه السريع صح؟ انت عندك كام سنه؟ عايزه، لان انا بحب الاكل. طب وانا هحرمك من الاكل يعني في العشر نصايح خالص؟ لا بحب اكل، بس بحب اجي في اخر اليوم واخس، ازاي مش عارفه. طيب ان شاء الله الرجيم، حلقه الرجيم الثلاث ايام السحري ان شاء الله هعيده تاني، هو موجود دلوقتي على يوتيوب. اكتبي بس رجيم ثلاث ايام سحري وهتظهر لك الحلقه، لازم تتفرجي عليها. وانت بس واضح ان انت ما اتفرجتيش على حلقه العشر نصايح، عشان كده ايه
قلقانة عايزاكي تفهمي لأنها ما فيش أسهل منها أصلا، هو أنك بتاكلي كل اللي أنت عايزاه بس تقللي نشويات، ما تاكليهاش بعد المغرب بس، لكن عادي تاكلي اللي أنت عايزاه. شايفين بقى وأنا بضغطها أهو قادرة أن أنا أضغطها كويس بحيث ان انا اعرف اقطعها بعد كده، بس مهم ان احنا نضغطها فعلا كويس قوي عشان تاخد شكل متوازي معايا. انا برضو عايزه اقول لمامتي كل سنه وهي طيبه، هي ماما كان عيد ميلادها من 4 ايام الحقيقه، وهما الاثنين برج الاسد. ماما نزلت لها بوست بس كنتش هوا يومها فعرفتش اقول لها كل سنه وهي طيبه، فبرضو ماما كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها لينا يا رب، ويخلي لكم كل أم يا رب. الأمهات دي بتبقى فعلا سند الحياة والروح، لأن إحنا عايشين بدعواتهم، و يعني من غير حضن الأم الواحد مش عارفة يعني ممكن يعيش إزاي حقيقي. يعني أنا يعني بابايا خلاص توفى من 9 سنين وكان حنين جدا وكل حاجة، بس حضن الام هو اللي ما يتعوضش بصراحه خالص. فربنا يخلي لنا امهاتنا يا رب، اللي مامته عايشه لازم 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 ايه يعني قد ايه نهتم بيهم. انا مشكله شغل شغل شغلي انا بقى شغلني جدا، يعني ببقى عايزه فعلا اعرف ازورها اكتر واشوفها اكتر مش بعرف، ودي حاجه محزناني جدا جدا يعني. بس نحاول على قد ما نقدر دايما الام تبقى فوق كل شيء على قد ما نقدر. هتفتح بقى ليه بقى ليه معايا يا حلواني؟ ورايا ايه؟ ده انا ورايا كميه حاجات يا نهار ابيض، انا هحطها بس شويه في الثلاجه. ورايا كميه حاجات مش طبيعيه، مجرد ان انا عشان اقدم 4 5 حلقات في الاسبوع كل حلقه فيها 3 لـ4 وصفات، نقول 4 وصفات خلاص اضربوهم في 5 يعني 20 وصفة في الأسبوع لازم يبقوا مظبوطين مظبوطين ومجرباهم وعارفاهم وكل حاجة واكتبهم. فالموضوع ده لوحده يا حلواني بياخد وقت انت لا تتخيله فعلا مش طبيعي، غير بقى الولاد والبيت وكل ده، غير بقى الناس بتبقى عايزة كمان ان انا اجاوب عليهم على فيسبوك، بحاول على قد ما اقدر، فانتوا مش متخيلين. فطبعا ماما مقدره ده الحمد لله معايا جدا الحمد لله، بس ربنا يخليها لي يا رب اجمل ماما في الدنيا. طيب عايزه اقول بقى على ال هنعمل دلوقتي مع بعض الكبده اللي بالفلفل والثوم. هقول لكم على المقادير، معانا 1/2 كيلو من الكبده المتقطعه رفيع، وضروري ان احنا ننقعها في لبن علشان تمتص السموم بتاعتها، لان الكبده الجهاز اللي في الجسم اللي ايه اللي مسؤوليته انه يمتص السموم اللي احنا بناكلها زي الفلتر، فاحنا مش عايزين ناكله بالسموم دي، احنا عايزين نتخلص منها. فبننقعه في لبن لمده 1/2 ساعة وبعدين نشطفه كويس جدا وبعدين نستخدمه. معانا قرن فلفل شرايح للي حابب، حبتين فلفل اخضر متقطعين جوليان، معانا 1/4 كوباية خل، معلقتين كبار ثوم، ملح وكمون، ومعلقه كبيره زيت هنستخدمها دلوقتي. هنعمل ايه؟ اول حاجه انا هسخن هنا الطاسه، هحط فيها معلقه الزيت. طبعا الكبده مفيده مليانه كميه فوائد مش طبيعيه، منها الحديد وده معروف طبعا عن الكبده جدا، مليانه فوائد كتيره، يعني لو دورتوا على اي فوائد هتلاقوا الكبده من الحاجات اللي فيها الفايده دي، فهي غنيه جدا بالفوائد، وطبعا بروتين وطبعا حاجات كتيرة قوي. فاحنا ايه نحاول برضو ان احنا ندخلها في اكلنا، يبقى مرة في الاسبوع مرتين، مرة في كل اسبوعين اقصد، يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا ندخلها. والطريقة دي انا الطريقة دي بحبها جدا في الكبدة، ما الواحد ما بيحسش بيها بالذات لما تبقى متقطعة صغيرة ومش عارفة ايه، في حتت بتبقى الكبدة معمولة بقى كبيرة وكده فالواحد ممكن ما يعني ما يحبهاش، خصوصا الأطفال ممكن ما تحبهاش خلاص. فاحنا نحاول ان احنا ايه نقطعها صغير، للناس اللي ما بتحبش الكبدة تتقطع صغير خالص، وان احنا نعمل لها بقى تتبيلة الثوم بتبقى جميلة قوي قوي قوي.
طيب دي لسه هتقعد شويه عشان تتشوح. انا في حاجه عايزه اعملها قبل ما نروح للفاصل، عشان هنعمل اللي هو السلطه اللي بعين الجمل المكرمل. ده نعمله ازاي؟ مبدئيا السكر اللي معايا في مقادير السلطه، معايا سكر بني هحط بس على النار، عايزاه يبتدي بس يكرمل معايا. ده سكر بني اهو، نخلي بالنا من نوع سكر بني نشتريه، لان في انواع بتبقى متلونه للاسف، لكن النوع ده طبعا انا صعب اقول انواع دلوقتي، بس اللي متابعني على البيج بيبقى عارف خلاص. بس هو النوع اللي انا بتكلم عليه على البيج مش موجود في مصر حاليا، بس هينزل ان شاء الله، لكن في انواع بتبقى برده كويسه جدا، تاكدوا بس انه نوع كويس واشتروه. مش ما عندكوش امكانيه انكم تشتروا سكر بني، خلاص يبقى شويه سكر ابيض خلاص. هي الوصفه دي طبعا مش صحي فيها السكر، لكن بقيه السلطه ان شاء الله صحيه. فاللي عايز يشيل حته ان يكرمل عين الجمل يحطه كده على طول ممكن، بس دي تكه يعني مختلفه، حلوه قوي في التقديم في العزايم. ده هحطه كده على النار لغايه ما يسيح معايا، وهنا بس هحط ملح وفلفل وبس كده لغايه ما يتشوح معايا. فاحنا نقدر نطلع لفاصل، عايزه بس اشوف اخبار اللي في الفرن برضو، شوف كده مع بعض اهو. بصوا ابتدى اطرافه ياخد اللون الذهبي، هسيبها شويه كمان، عايزاه تاخد تحميصه فظيعه، ريحه الجبنه فظيعه جواها، حلوه جدا. شويه كده هطلعها، ممكن اطلعها في الفاصل ونبتدي نقطعها ونقدمها. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله بقيه الوصفات. اهلا بيكم من الفاصل. هطلع بقى دلوقتي شرايح الايه الكوسه، ريحتها بجنن، حطها بس تسقع. طبعا الجبنه عامله شغل جوه رهيب مع التوابل دي، مع بودرة الثوم البسيطة خلاص. هنا بقى الكراميل سايح معايا اهو، هحط فيه عين الجمل، ده للسلطة. نحط دايما مكسرات واحدة واحدة، ما نحطهاش مرة واحدة عشان ما تقفش معانا، واحدة واحدة ونوطي النار، لان لو حطينا الكسرات عادة نطلعها من التلاجة تبقى ساقعة فتروح قفشة معايا في الايه. حصلت لي مره على الهوا بصراحه، كنت مركزه في الكلام ورحت منزله مكسرات واحد مره واحده، بس يعني ما اتفضحتش قوي الحمد لله يعني. دي بس كانت المفروض تتفرد حلو على السيليكون، ما اتفردتش طبعا حلو علشان بقى ان انا نزلتها مره واحده فكلبشت اهو. الصوبة نزل واقلب وانا موطيه النار جدا، ونخلي بالنا مش عايزينها تتحرق. وانا موطيه النار ما ينفعش اشيلها من على النار عشان على طول الكراميل بيمسك. هبتدي اعمل ايه بقى بعد ما غلفته كله كده؟ هبتدي واخداه ونازله بالطريقه دي خلاص، وموزعاه بقى على قد ما اقدر عشان تبقى الواحده بوحدتها، ما نقعدش بقى لسه نكسر ونعمل عشان تلحق تسقع كمان. ده بقى لما بيبقى على السلطه مغري جدا جدا جدا، مش دايت بصراحه خالص طبعا، بس بيبقى مغري بشكل مش طبيعي في التقديم، في الشكل بيلمع كده على السلطه جميل قوي. بس عوز من بعض عشان ايه ما يغلبنيش بعدين ويلحق يسقع كده. الحركه دي ما نعملش مع اطفال. الكبده بقى، الكبده خلاص اول ما احس ان خلاص الايه اللون كده مفيش لون احمر قوي معايا، هبتدي بقى في النص ان انا انزل الثوم، بيدينا طعم تاني خالص لما ينزل في الاخر خلاص. وبعدين هنزل الكمون، الفلفل الحار للي حب عشان يرفع الحرق بتاعه، الفلفل العادي
ملح وفلفل حطيناه للي عايز يظبط بعدها. بعد التشويحه وبعد ما خلاص يتشوح حلو جدا 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 هنزل الخل بس كده من اجمل الحاجات. خلاص دي كده. طيب نيجي بقى نقول مقادير السلطه عشان نلحق نقطع ده ونقطع اللي في الفرن. السلطه معانا كوبايه سكر بني، ده اللي حطيناه على النار وسيحنا وحطينا فيه 3 ارباع كوبايه عين جمل تقريبا. معانا حزمتين جرجير بدون عيدان، نص كوبايه جبنه ريكفور، معانا تفاحه خضراء متقطعه مكعبات، وللصوص بقى معانا ربع كوبايه خل بلسمي، ربع كوبايه زيت زيتون، معلقه صغيره بودره بصل، وملح وفلفل. بنعمل ايه؟ اهو بنحط زيت الزيتون مع صوص البلسمي، نحط الملح والفلفل، بودره البصل، ونقلب. دي بقى بصوا شكلها عامل زي دلوقتي هنا، لكن انا لو خدتها في بوله كبيره وقلبتها جامد بالويسك تتحول لكريمي، لان لما الواحد بيحط حاجه حمضيه مع حاجه زيوت، الخل حمضي والزيت زيت، خلاص بيربطوا مع بعض بيتحولوا لايه؟ شايفين عامله ازاي؟ اهو هوريها لكم في بوله تقديم بتبقى عامله كده، بتتربط مع بعض ما مش بتبقى فاصله. خلاص طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط التفاح ننشره كده على الجرجير، هنحط حتت الريكفور، طبعا حتت مش كتير عشان الريكفور من الحاجات الايه الدسمة جدا، الريكفور عامل زي الزبدة، جبنة عاملة زي الزبدة بالظبط، يبقى حتت صغننة كده بس تبقى متفرقة في كل حتة. حماتي دايما عشان تاخد طعم الريكفور من غير ما تزود الدسم بتخلطه مع لبنة كويس جدا فيدي الطعم اللي هي عايزاه من غير الدسم العالي، او مع جبنة قريش تكون ايه كريمي. خلاص وبعدين هنحط بقى اخر حاجه عليه عين الجمل. انا هحط الصوص في النص كده هنا وهنحطه في الطرف احلى، نحطه في الطرف احلى. عين الجمل بقى هننشره هنا في الحته دي. نعمل ايه بس يسقع معايا؟ اخر حاجه بقى هنحطها الخل على الايه، ايوه كبده، نقلب وخلاص الكبده دي جاهزه تتقدم. عايزين تهروا ال البابريكا اكتر، قصدي الفلفل، دي حسب برضو الرغبه، بس الاحسن دايما تبقى الحاجه ايه طازه شويه. وننزلها بقى للناس اللي مش عامله 10 نصايح هتاخد عيش بلدي عادي معاها، للناس اللي عامله 10 نصايح ياخدوا معاها شرايح خبز مشبعه. ريحتها رهيبه، انا بعشق النوع ده من ال اسمه ايه الثوم مع الكمون، بيعملوا شغل جامد جدا. تشوف هنا، لا شكرا ايه ما قطعتش لسه. نحط دول، خلي بالنا قوي احنا بنمسك عشان ما نتلسوعش. خلاص دي كده السلطه معانا. شوفوا شكلها بيبقى مغري اغراء مش طبيعي، ولما بتقرمش بقى كده في البق كده تمام. نحطها هناك ونقطع بقى بقيه الحاجات اللي معانا. نقطع شرايح الكوسه، وهي عشان كده انا كنت عايزه اقدمها بقى كده بس ما تبقاش عليها حاجه عشان تبان. هي لونها احمر كده شويه معانا عشان البابريكا، احنا حطينا توابل البابريكا. نقطعها
هنبتدي بس نرصها على طبق. حطها في النص، مش هعمل خط تاني بقى. فعلا سناك جميل وصحي بشكل. انا دي غدوتي كده النهارده، بعيد انا اكله. خلاص نروح نقدم ده بقى هناك. واخر حاجه هنقدمها اللي هو البارز بتاعتنا. انا بس حطيتها شويه عشان تمسك، لان نطلعها كده. نجيب سكينة. بصوا بقى، دي تاخدوها معاكوا الشغل، ياخدوها لاعبين الكورة، قصدي مصرة أنا لاعبين الكورة مش الجيم، مش عارفة في إيه من امبارح. الأطفال بيروحوا التمارين، قريبة جدا من البروتين بارز، لكن نسبة النشويات فيها أعلى لأن فيها الشوفان، فهي بتدي طاقة أكتر. ممكن تتسمى شوية برضو بالإنرجي بارز، بارز انرجي بورز، اللي هي للطاقه مش البروتين بورز، بار الطاقه. خلاص اقدمه بس ده على طبق. انا عايزه حاجه مطوله برضو. تمام اهو، نحطه بقى كده عشان نبقى شايفينه. بتمنى يا رب يا رب الوصفات تكون فايداكو وتدعولي. اهم حاجة احط عليها صف كمان ولا بلاش كده؟ بس كده شايفين. نوديها بقى هناك. بس دي بس هظبط لها الحته اللي ورا بس. نروح بقى على هناك اقول لكم سريعا عملنا ايه. عملنا مع بعض الجرانولا بارز، عملنا مع بعض شرايح الكوسه، شرايح الكوسه خلاص الدايت الحلوه جدا صحيه ودايت. عملنا مع بعض كمان الكبده اللي بطريقه الثوم والفلفل. عملنا مع بعض كمان سلطه عين الجمل المكرمل. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم وتطبقوها وتبعتولي كالعاده. ببص كده بتطبيقاتكم. قاعده 8 بالليل و8 الصبح. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.